هي نقطة تكنيكال يعني. ما افتكرش يا ناصر انك تقدر تعمل قايمة للمستقلين. البناء على كلام الدكتور رونا عبد الرحمن وهيئة مجلس الشورى وباحثة في قوانين الانتخابات، باحثة الدكتورة بتاعت قوانين الانتخابات، وهي دارسة القانون المثل، لم يقبل في القوائم الا الاحزاب. مفيش مستقلين هيقدروا ينزلوا ابدا في القوائم. مش بتكلم على القانون ده، بكمل. لا بتكلم على القانون. لو احنا على القانون لو لا اصل في حاجه قلت انا اسف قبل ما خدت كلام. القانون ده احنا رافضين ننزل الانتخابات على اساسه اصلا. لكن في اقتراح برضه قال الاستاذ محمد عبد الحكم دياب، يجب برضه ناخد في الاعتبار مقاطعه الانتخابات لو استمروا على هذا القانون. ده من ضمن الافكار اللي يجب ان تدرس. انا النهارده اعمل لاخرتك كانك ايه؟ تعمل دنياك كانك ايه؟ تعيش ابدا. فاحنا بنفرض نعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، لو نفرض القانون معمول ومضطرين ننزل الانتخابات وفشلنا في راي عام لمقاطعه الانتخابات، في هذه الحاله ده اللي انا ليه لما وانا في هذه اول ما قالت لي وبعتت لي على الايميل ما ينفعش المستقل ينزلوا، جات لي صدمه. لان معظم الشباب ومعظم اعضاء المجلس الوطني في المحافظات كلها مستقلين. الله. في مصر هذه الصدمه زي ما يكون ربنا حلال العقد. لجالي تليفون من الدكتور غزال اللي هو قال انا بعتذر، انا عندي فوق ال 80، عندي 71، والحزب عملته خدوه، انا بثق فيك، اديه للي يشغله، خد انت واعتبروه هديه مني للثوره، اعملوا اللي انتوا عاوزين، ده يساوي 1.5 مليون. هو فعلا عشان تعمل. فانا كنت بقترح ان الحزب ده يؤخذ ليس كايديولوجيه ولكن كوعاء، كتنظيم نقدر نخش من خلال الانتخابات القادمة عشان يبقى لنا مدخل ليس فقط للمستقلين ولكن أيضا للإيه؟ للقوائم. فالربط ما بين صورة التوحيد اللي المفروض يبقى عليها كل الحركات اللي قامت بالثورة حتى لا يتركها إطار الثورة، والنظرة الانتخابية اللي أنت ربطتهم ببعض، دي نقطة ذكية وجميلة جدا. ان انت عشان تنزل الانتخابات لازم يكون لك كيان. الكيان ده مرتبط بدخولك الانتخابات. المجلس الوطني ليس كيان، هو مظلة، هو تجميع لكيانات. فيعني مش هينفع المجلس الوطني يبقى له قايمة. بس لو قلنا المجلس الوطني هو اللي منظم، يعني هينظم القايمة المشتركة، هينظم دعم القايمة المشتركة، ويبقى داخله كتلة الأحزاب وكتلة المستقلين وكتلة الحركات السياسية وكتلة الحركات المجتمعية. احنا يبقى عندنا، احنا بنطور نفسنا داخل المجلس عشان يبقى أربع كتل. رأيي إن كتلة الشباب اللي انتوا هتمخض عنها هذه السلسلة من الاجتماعات، ممكن النهاردة تحددوا اجتماع الدور الجاي يبقى امتى، ويبقى في نفس المكان ونأجر القاعة تاني. النقطة اللي أنا أرجو تعملوها قبل ما أقعد، لو امكن كل المجموعات اللي حضرت النهارده ممكن المنصه تطلعي ورقه بيضة وكل تكتب اسم الحركه، المندوب اللي حاضر عنها، وتقريبا حجم الحركه كام، يعني مثلا انتوا 5 ولا 5000، عشان مهم جدا نعرف حجمنا الاجمالي ايه. احنا نسوي كام في المجتمع المصري؟ مش ده مهم ولا احنا نعيش في الوقت؟ نعرف بالظبط. انا فاكر اول ما قعدنا مع المجموعة اللي هي بتشتغل في الإعداد لمظاهرة يوم الشرطة، كان عبارة عن 5 6 مجموعات وكل اللي وراهم حوالي 300 أو 500 محركين جماهيريين، فكان الحجم معروف. فأقترح إنك تتعمل الورقة دي دلوقتي، تلف عليكم قبل ما تمشوا، يتكتب اسم اللي حاضر والمجموعة اللي بيمثلها وتقريبا حجم المجموعة دي. وأشكرك. طيب في